صورت والصغير والكبير. امبارح احنا استقبلنا توأم ملتحم سياميز بنقول عنه وهو او كونجويد توينز من الحالات النادره جدا. نسبه ولاده هؤلاء التوائم بتكون 1 على 200,000 من كل ولاده، يعني نسبه نادره جدا. واذا قورن كمان الالتحام الموجود في الطفل من الحالات النادره جدا، حتى كمان في حالات اطفال عندهم ملتحم، طفل ملتحم براسين لكن جسم واحد، يعني في عندنا ايدتين ورجلتين وتجويف صدري فيه قلبين، والتجويف الصدري القلبين فيهم برضه تشوهات خلقيه. Thank you.